حول هذا الاندماج ينضم إلينا سيد هاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير. أهلا بك معنا أستاذ هاشم وشكرا على وجودك. لماذا هذه الخطوة بهذا التوقيت، وخصوصا أنه إحنا ما زلنا عم نشوف بعض الشركات كانت أدرجت حديثا يعني ومنها شركة إميرالدا بالسوق المصرية، لماذا عدتم عن هذا القرار وبدأتم بعملية الاندماج؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين. انا الحقيقه شركه المصريين للاسكان والتنميه والتعمير هي شركه موجوده من تاسست سنه 85 واسست مجموعه من الشركات العقاريه. هذه الشركات كان اس بي في لمشروعات محدده، حاجتين اساسيتين احنا فكرنا فيهم في الفتره اللي فاتت، هو خلق كيان اقتصادي ضخم في الاستثمار العقاري يقدر ينافس، لان احنا عندنا اس بي فيز تحت مش متشافه، يعني احنا عندنا مول تجاري في القاهره الجديده تحت شركه إميرالد للاستثمار العقاري، مع ظروف البورصه المصريه ومع ظروف السوق اسواق المال والظروف الاقتصاديه العالميه، القيمه السوقيه للشركه اقل من القيمه العادله للشركه يعني بالثلث، يعني ثلث القيمه العادله. فالحقيقه ده كان مبرر خلانا نفكر ان احنا لابد من اندماج هذه المشروعات. يعني احنا عندنا مشروع المول التجاري عندنا 40,000 متر تجاري في القاهرة الجديدة، 40,000 متر تجاري، أقل متر تجاري في القاهرة الجديدة يصل إلى 150,000 جنيه، بنتكلم في 6 مليار جنيه مصري. فبالتالي الحقيقة وقيمة الشركة السوقية بتبقى أرقام ما هيش كبيرة يعني. فدي نمرة واحد. اثنين، عندنا مشروع آخر أرض في على كورنيش النيل في المعادي، القيمة العادلة لها تصل إلى مليار جنيه، والقيمة السوقية ما بنشوفش هذه الأرقام. فالحقيقة كان التفكير من فترة من أكثر من حوالي سنة، من شهر 9 2021، وكان هناك دراسة لخلق كيان اقتصادي ضخم يستطيع في المرحلة القادمة يعني ينافس في السوق العقاري منافسة كبيرة. فبالتالي يعني تشجيعا بقى لأن يبقى في كيان كبير، كلنا استجبنا إلى هذا ودرسنا عدة دراسات كانت يعني كلها أسفرت على أو نتائجها أوضحت أن تندمج هذه الشركات وتكون مشروعات داخل الكيان الكبير وهو شركة المصريين للإسكان. النقطة الثانية وهي ضريبة التوزيعات. ضريبة التوزيعات، لو كل اس بي في وزعت ومنهم كانت شركات كلهم كانوا غير مقيدين، لما كانت توزع فكان في 10% من تحت للشركه اللي فوق للشركه الاخرى، فبالتالي بيضيع العمل ما نوصل للمساهم فيضيع 40% ضريبه، فبالتالي نتجنب الضريبه. ثالث حاجه، احنا عندنا ست كيانات لهم ست مراقبين حسابات، ست مجالس اداره، ست اجهزه تنفيذيه، دي تكلفه كبيره جدا، فاحنا هنتجنب التكلفه. فبالتالي تجنب الضريبه، تجنب المصروفات العموميه والاداريه، الوفر الكبير في المصروفات العموميه والاداريه مع الظروف في السوق. ثالثا، احنا عندنا ايجارات، عندنا المول التجاري والمباني الإدارية في القرية الذكية تحقق إيرادات كبيرة جدا من الإيجارات، وإحنا ما بنبيعش في الإداري والتجاري، فهذه الإيرادات تستطيع أن تظهر في الكيان الأعلى فوق مرة واحدة، فبالتالي المساهمين يقدروا يحصلوا على إيرادات ضخمة من اليوم بعد الاندماج. طيب قد إيه حجم الأصول المرتقبة بعد الاندماج يا أستاذ هاشم اللي حيشكلها الكيان الجديد تقديريا؟ يعني الكيان الجديد دفتريا القيمة الدفترية المعدلة وفقا للتقرير الذي أتى من الهيئة العامة للاستثمار يصل إلى حوالي 2.8 مليار جنيه. فبالتالي ظهرت القيمة الدفترية المعدلة بالوضع الجديد. اثنين، تظل القيمة الدفترية في الدفاتر للأصول كما هي، تجمع فقط في شركة المصريين للإسكان بعد الاندماج. التوزيع عشان يكون توزيع عادل يكون على أساس القيمة السوقية للأصول التي قدرتها الهيئة العامة للاستثمار بموجب تقرير اللجنة المشكلة في هذا الشأن. فبالتالي يعاد توزيع رأس المال من خلال القيمة الدفترية المعدلة أو القيمة السوقية للأصول، فبالتالي يعاد رأس المال مرة أخرى يعني يدرك بالقيمة الدفترية،
يعاد توزيعه بالقيمة السوقية. نعم، هذا يشمل أيضا محفظة الأراضي لكل الكيانات يا أستاذ هاشم؟ طبعا كله خلاص هيندمج، كله هيندمج في كيان واحد. كل المشروعات التجاري، المباني الإدارية، كل المشروعات ستكون في كيان واحد وهو مصير إسكان. والحقيقة نموذج على فكرة الدروس المصرية لم يحدث فيها اندماج منذ فترة، يعني تقريبا لم يحدث مثل هذا الاندماج، وهو نموذج لسوق المال المصري أو للاندماج بخلق كيانات كبيرة تقدر تندمج وتقدر تدخل في المرحلة الجاية تحقق يعني صورة أخرى. حقيقة بيكلمنا مجموعة كبيرة جدا من المستثمرين في الخليج عايزين يعملوا حاجات في مصر، فقال لك لما الشركة تكبر وبعد الاندماج احنا هندرس نتواجد ازاي. فبالتالي الكيان الجديد هيستفيد من حاجتين مهمين قوي، وهو جذب مستثمرين جدد يخشوا بالقيمة العادلة للاستثمار، هيساعدوا على تنفيذ الخطط التوسعية للشركة في المرحلة القادمة. وزي ما قلت ازاي هنعظم العائد على حقوق المساهمين بعد هذا الاندماج، جميع المساهمين في الشركات، لان كان في تداخل في رؤوس الاموال، التداخل ده هيلغى بمجرد الاندماج. احنا عندنا شركه اودن للاستثمار والتنميه بتمتلك 30% في المصير الاسكان، مصير الاسكان بتمتلك 40% في إمرالد للتطوير وهي مندمجة، المصير الإسكان بتمتلك في 40% في إمرالد للاستثمار العقاري. كل هذه النسب هتتشال بمجرد الاندماج. نعم. فالشركة الدمجة في الحالة دي رأس مالها هيكون هناك عائد قوي لجميع المساهمين من ناتج الاندماج في جميع الشركات. طيب يعني هتكون على مراحل يا استاذ هاشم عمليه الاندماج، وهل هذا سيلغي مراحل؟ هي مرحله وحيده، لانه احنا عندنا 4 شركات هي مدرجه بالسوق الان، يعني سيتم الغائها بعد هذا الدمج؟ طبعا. طيب على مرحله واحده. تفضل. على مرحله واحده هو الجمعيات، خلينا نقول برضو عشان نعرف الاندماج بعد ما انهينا المركز المالي في 31/12 وعقدنا الجمعيه العموميه في 31/3/22، ذهبنا الى في شهر ابريل للهيئه العامه للاستثمار في مصر. الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره بتشكل لجنه بمجرد ما بنسلمها الطلب الاندماج من جميع الشركات، فبتعمل لنا حاجه اسمها الفحص المسبق من جميع الشركات وتصدر تقرير. هذا التقرير يوضح كل قيمه كل شركه هتندمج قد ايه، وحقوق الاقليه، والحقوق الاقليه دول هياخدوا قد ايه في الشركه الدامجة بعد الاندماج. فدي كانت المرحلة الأولى. استلمنا هذا التقرير أول أمس. أمس انعقد مجلس الإدارة في ال6 شركات فوافقوا على الاندماج وعرضوا الأمر على الجمعية العامة. تعقد الجمعية العامة تقريبا في الأسبوع الأول من أكتوبر لكل الشركات. بالشركة الدامجة فقط بيبقى فيه تقرير إفصاح يذهب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده، يعتمد هذا التقرير وبينزل على شاشات التداول خلال يوم أو 2 على الأكثر، فأعتقد 2 في هيئة الرقابة المالية النهاردة وبكرة مثلا يظهر هذا التقرير. بعدها تجتمع الجمعيات العمومية وتاخذ قرار بالاندماج. فالقرار الاندماج في الأسبوع الأول من أكتوبر ينهي الشركات المندمجة بعد قرار الجمعية العامة، وتظل الشركة الدامجة فقط، وتبدأ بقى في إجراءات نقل أسهم المساهم الأقلية في الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة. نشكرك سيد هاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.